أشارت مديرية بلديات محافظة نينوى إنشاء منفذ جمركي بين محافظتي نينوى ودهوك في مفرق سد الموصل بتكليف من المحافظ عبد القادر الدخيل. أكد مدير بلدية نينوى رعد الحديد أن المشروع يتضمن إنشاء ساحات ومرافق لدخول الشاحنات مع توفير أجهزة سونار، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعزز من إيرادات محافظة نينوى ويوفر فرص عمل كبيرة، فضلا عن معالجة الاختناقات المرورية في السيطرات الحدودية مع إقليم كردستان وتركيا. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرامي بفتح منفذ جمركي في منطقة الشارع الرئيسي بين محافظة دهوك ومحافظة نينوى في مفرق سد الموصل، تم تكليف مديرية بلديات محافظة نينوى من قبل سيد محافظ نينوى الأستاذ عبد القادر الدخيل بإنشاء هذا المشروع. الآن العمل مستمر، هيئنا كل الآليات وكل المستلزمات، وكان هناك تصميم من قبل الدوائر ذات العلاقة والدوائر المعنية من قبل هيئة المنافذ الحدودية وجمرك المنطقة الشمالية ووحدات الأمنية المتواجدة والسونارات وقسم مكافحة المتفجرات ومديرية بلديات نينوى لإنشاء هذه كل المواقع الخدمية التي تخدم عملية الانسيابية في حركة الآليات الكبيرة وتفتيشها. نحن نعمل مع الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية من أجل زيادة إيرادات محافظة نينوى ويكون هناك فرص عمل كبيرة، وكذلك معالجة كل الاختناقات الحاصلة في سيطرات المتواجدة على الحدود مع أقليم كردستان ومع جارة تركيا.